السلام عليكم البنات، لاباس؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال لاباط بيتزا، سهله وبمكونات موجوده في كل بيت. نبداو الوصفه على بركه الله. نوجد لاباط وابخي نوجد لكم ان شاء الله لاصوص ونوريكم كيفاش نصوبوها ونوجدوها ان شاء الله. عندنا زلافه ونص ديال لافارين ولا الفورس، عندنا زلافه ما عمراش المدافي، عندنا ياغورت ناتور مسوس، عندنا زيت العود، وعندنا قبيصه ديال البزار، شويه ديال الزعتر، خميرة المعجونه، معلقه ديال سنيدات السكر بودر، وعندنا شويه ديال الحلوه ديال نقاطو نوفور شيميك، ما عرفتش واش قلت لكم الملح ولا، حتى هي قبيصه د الملحه. ندوزو نغربلو لا فارين وانا معكم. ندوزو دابا نغربلو الطحين لا فارين. انا عندي ديجا مغربل هيك، كنبغي ساعه ساعه نعاودو. نضيفو شويه ديال الخميره عجونه، سا ديبون على حساب الجو اللي عندنا، كيفاش عندكم، واش حال بارد ولا سخون. هنايا عندنا معلقه ديال سنيده غير صغيره باش نخليو ديك الخميره تفاعل ان شاء الله مع العجينه وتخمر نضيه، شويه ديال الملحه، ملحه عينيكم ميزانكم على حساب، الا جات لاباط شويه مالحه تحاولوا في لاصوص تنقصوا، كانت لاباط البيتزا هي هذيك مويان راكم غتقادوا الملح ما بين لاصوص وما بينه. هنايا عندنا السر ديال باش تجي هاد لاباط ان شاء الله هشيشه وتجي خفيفه وتجي هذا خفيفه ماكلتها، عندنا حك ديال دانون مسوس ناتور. كاين بزاف الناس اللي كيديروا الحليب، حنا درنا دانون وليود الحليب درنا دانون. وكاين بعض المرات الا ما كانش عندكم هذا دانون مسوس ناتور، ديروا كاس ديال اللبن. هنايا غنديروا شويه ديال الخميره ديال الحلوه لوفور شيميك شويه، ديجا عندنا الخميره ديال المعجونه، هذا هي شويه غير باش نزيدو نعطيو هذيك الهشوشيه. هنايا كناخدو الزعتر ديالنا كنحكوه كومسا هكا، ونديرو شويه ديال البزار، هاد البزار والزعتر غير باش تعطينا تنسيمه لاباط، لاباط ما كتجيش بحال الخبز بحال هادشي تنسيمه. هنا بنفس الكاس ديال ياغورت ناتور كندير لامواتي ديالو ديال زيت العود، لامواتي ديال زيت العود تا هو كيعطينا ديك الهشوشيه. دابا غنجمعو بالمدافي، المدافي نقدرو ما نحتاجوش هاد الشي كلو، لأن ديجا عندنا الدانون وعندنا الزيت نجمعو وعينينا ميزاننا، يقدر يدخلو غير شي جوج ولا ثلاثة المعالق هاد الشي صافي. هنايا حتى نجمعوها ما كنحتاجو لا دليك لا حتى حاجه. هات هنا نشوف نقول لكم شحال دخل لي الماء في لاباط. ديجا فيها الزيت، فيها هذاك الحك ديال الياغورت، الوغ انا نشوف الماء شحال دخل لي ونرد عليكم. حنا هي كنحطو ديك الماء، بالك بعض المرات تيكون الطحين كيشرب
يكون كيشرب. نسالي ان شاء الله لاباط، نوليو نخليوها تخمر ترتاح شويه وتخمر تطلق ضعف الحجم ديالها. هاي كتولي هنايا كنجمعوها بسلوفان باش ترتاح. نجمعوها ترتاح، نخليوها في هذا المول ديالها خلاص ديالها. نخليوها تخمر ونمشيو نحضروا المقادير ديال لاصوص طوماط ديالها. انا رجعت لكم البنات، دابا نقدم لكم المقادير ديال لاصوص طوماط. عندنا خلاص الطويبه فيه ان شاء الله فين غنطيبو. عندنا هنايا مطيشه مقطعه، ولا ما كانتش مطيشه هكا انا درتها هذه ديال الحك، الا ما كانت شي راكم عارفين كي تنقيو مطيشه تبارك الله، راه كل وحده راه كتعرف الكوزينه ديالها وكتعرف اللي عندها في كوزينتها. وهذا تتقطع مطيشه كتزولي لها القشيره وتتزولي لها ديك الزريعه والماء ديالها وكتقطعيها. عندنا هي هذه حنا غنقطعوها، هذه ديجا عندي انا مقطعه. هذه معلقه ديال سنيده، معلقه هي صغيره ماشي كبيره. هذه هي باش نطفيو ديك الحموضه ديال المطيشه، هذه كان هذا او ميم طون كتخليها باش تتعسلنا باش تجي عقد على هذه لاصوص. انا لاصوص البيتزا دائما كندير فيها هذه، منها كنقضي على الحموضه ديال لاصوص طوماط، منها كتعطيها التعليكه. عندنا ورقه ديال سيدنا موسى الرند، عندنا شويه ديال الزعتر، شويه ديال البزار، زويته العود ومليحه. دابا ندوزو نطيبو نديرو لاصوص باش طيب ان شاء الله. نديرو هانتوما معايا البنات، نديرو مطيشه الطويله ديالنا اللي غنطيبو فيها لاصوص طوماط. غادي نديرو المليحه ديالنا، راني قلت لكم كتوازيو الملحه ما بين لاصوص طوماط وما بين لاباط. السكر قلت لكم هاد سنيده معلقه صغيره، وعندنا وريقه الرند، عندنا الزعتر حتى هو كنحكوه باش يعطينا التنسيمه لاصوص طوماط، وعندنا شويه ديال البزار. زويته ديال العود هي السر ديال البيتزا اللي كيجيبها زوينه، لا في لاباط ولا في لاصوص طوماط. وفي لاصوص طوماط نردوها طيب، كطيب حتى تتعقد. انتي كتحركيها في الاول كتقللي لها، وحاولوا تخموها هكا باش تطلق ديك هذا ديالها، وعلى تالي قللي لها وعريها وتبقاي تحركيها حتى تنشف حتى تعقد ان شاء الله. منين تعقد نرجعوا نشوفوا لاباط ونرجعوا لاصوص ديالنا. هنايا انا درت لاصوص طوماط، ها هي كتبسل كتحمر، نخليها ونوريكم لاباط. ها هي حتى هي خمرت، ها هي لاباط، ها هي حتى هي طلعت لنا. دابا نحاولوا نجمعوها نخرجوا من هذيك النفس، نخرجوا منها النفس هكا، نعبروا شويه ديال الطحين. نعبروا شويه الطحين ونطلقوها بالتلاك.
هانتوما معنا. هنا بعد ما طلقنا العجينه طاليناها في الطبسه اللي غيدخل الفران غنتكوها هكا. البنات نسيت ما قلت لكمش الزلافه ديال الماء راه تخليه نص فيها ما تخلاتش كامله لاباط ديال العجينه مع داك الزيت ومع دانون هاكا تكبوها هاكا ابخي نطاليو لاصوص طوماط. هانتوما معايا البنات رجعت ليكم باش نجمعو هاد البيتزا هادي. عندنا فخوماج غابي، عندنا هذا تا هو فخوماج بشكل اخر، هي هادي بتي مورسو اللي ما عندوش بلاش هي التزيين، وعندنا هذا الزيتون تا هو التزيين اللي كيعجبو، وشويه ديال الطون. انا لا مواتي ديالها غنديرها سامبل غير بالفخوماج ولا صوص طوماط، ولا مواتي ديالها غندير فيها الطون حيت كاين اللي ما كيبغيش الطون كندير لا مواتي بالطون ولا مواتي. عندنا هنايا مطيشه من بعد ما تعسلات هاي. بعد ما تكينا لاباط كندير لاصوص طوماط، هنرجع لكم البنات البيتزا ديالنا فاش بعد ما طاليتها صوبت لها كلشي لاصوص طوماط درت لها فخوماج غابي زوقتها. لا مواتي من لهنا لهنايا راه فيها الطون، ومن لهنا لهنايا جايه سامبل غير فخوماج ولاصوص طوماط، هكا كتجي خفيفه. راكم عارفين الوليدات كاين اللي ما كيبغيش البصله كاين اللي ما كيبغيش الفلفله، الوليدات شويه في الماكله ديالهم معجبين. المهم انا درت لاصوص طوماط الجميع كيبغيها، والفخوماج راه محبوب على الجميع. يلا دابا نقدمها لكم بعد ما نخرجها من الفران. الفران يكون سخون دخلوها طيب ان شاء الله من التحت بحال الخبز بحال طياب الخبز، نطيبوها من التحت ونطلعوها شويه الفوق ما نشعلوش عليها مجهد باش ما يتحكمناش الفخوماج، هي شويه هكا يسيح الفخوماج وندفعوا عليها. نتلاقاو ان شاء الله بعد ما تطيب. انا رجعت لكم البنات بيتزا بعد ما طابت ها هي، ندوزو دابا نقطعوها. ها انتي هانتوما شوفوا كيف جايه جايه رطبه، نقطعوها طريفات على حساب كل واحد وكيف يبغي طريفين، واش كبار واش صغار، كل واحد عنده الحريه كيفاش يقطع. البيتزا ديالنا كي كتجي هادشي مفشفشة ورطبة وطيبة، نتمنى تجربوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. شوية نقدمها في الطبسيل ان شاء الله. البنات انا رجعت لكم من بعد ما قطعت البيتزا، هانتوما كتشوفوها تقريبا كطيح كمية لا بأس منها، هانتوما كتجي هشيشة ورطبة، هشيشة ورطبة طايبة، وحسن ما البنادم ما يمشي يشريها من السنقة بعدا كتصوبي حاجة بيديك وعارفة شنو درتي فيها. يالله نتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنساوش إن شاء الله ما تديروا سجلوا ابوني، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بالسلامه.